تزعلي لو نفترك. حتى عندنا نفس الافكار اللحنيه. نحن دائما لما بغني مع ابو ساره، لما بغني معك ما بوجه لك الحديث لك مباشره. حتى العربه اللي بتجينا لما بنكون بدنا نتصرف على المسرح بنكون عندنا توارد خواطر غير طبيعي. خواطر ولا خواطر؟ خواطر. توارد خواطر. توارد خواطر. توارد خواطر. أمان أمان. برضو. أي حلوة. أنت ما تبتي؟ لا ما تبت لحالي. لا هديك ركبوها تركيب. أنا قلت جربها هيك ونحن قاعدين فعلا لشوف. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي لا. إذا استفزيتك بشي. حبيبي بحكي اوكي. الله يخليك. توارد خواطر. ايه خواطر بالطا، بس انا الطا هيك بقولها. في طلبات كثيره للناس. في ايه بس انا قلت بلكي بجاوب حدا في شي سؤال ما عم لاقي. فديت الضحكه شكرا يا روح قلبي. بيقولوا لك مساء الخير يا استاذ الاساتذه كمان. وانا شكرا. ماشي ما في شيء هلا اسئله، بس تسالونا بنجاوبكم. فين راحت ال يا مثبت قلبي من يطلب رجاك اطلب ثبات. ثبت اللي كان وده يثبت بحب حصل. هاي الاغنيه بحس اني لبست التوب تبعها. يا مثبت قلبي من يطلب رجاك اطلب ثبات. ثبت اللي كان وده يثبت بحب حصل. مهمية في شعوري ضاع عمري بالشتاء. بين واحد بين ثاني بين ثاني ما احتمل. يا لعن بوحي وميتي ما دريت الوقت فات. في قلوب الناس ألعب ضاع وقتي أرتحل. اللي لقيت الزين كامل قلت ناقص بالصفات. شب عيني من واللي في عيوني مكتمل. يا مثبت لعن بوحي وميتي ما دريت الوقت فات. في قلوب الناس ألعب ضاع وقتي أرتحل. اللي لقيت الزلن كامل قلت ناقص بالصفات. جيب عيني من ولي في عيوني مكتمل. مشان نقول كل الاغاني مقاطع منه. هي الغنيه مع انها ما بتليق علي بالمره ككلام، يعني اذا موضوع هي كموضوع ما عمري خطر لي اني غني شيء عكس اللي انا مقتنعه فيه. كنت دائما خصوصي ببداياتي كنت غني بس اللي مقتنعه فيه او اللي حاسه فيه. زعلانه بدي اكون زعلانه، فرحانه بدي غني فرح، متخانقه هيك. يعني كان لازم الاغاني دائما تعبر عني. الا بهي الاغنيه ما بعرف ليه حبيت غني. كان في صور لاشخاص يعني بخيالي بغني عنهم، يعني غنيتها عن حدا. وهي يمكن اول مره بتصور ان احنا دائما يعني ما ادري هذا فكر وراي، بس احنا دائما نغني مش مشاعرنا فقط، يعني نغني احيانا مشاعر الناس. ايه يعني احيانا يكون في البوم انا بالنسبه لي بس احيانا، يعني مؤخرا صار بس احيانا، غالبا بغني اغاني يعني لالي مواضيعي. يمكن عشان عندك مواضيع كثير اصلا. اي لا كمان انا عندي ظاهر كمان مواضيع شيزوفرينيه. عندك مشاكل كثير ومواضيع كثير شيزوفرينيه، يعني كلها مضاده متضاربه. بحب كثير وزعلانه كثير وببكي كثير بس بضحك كثير
وبلعب رياضة كتير بس كمان وقفت كتير. كل شيء عملته بهالفترة يعني أشياء عديدة، فلذلك صار في مواضيع كتير بتناسبني يعني. أو بغنيها عني، بغنيني. شكرا يا حبيبي، شكرا. أيوة حاضر، حغني لكم ياها بروح نجدية بعد شوي، بغني لكم شوي منها. حاضر دقايق، حاضر. شو بدك تقول شيء؟ عم تفكر بشي شغلة؟ والله أنا دائما أفكر في اللي يطلبون الناس واللي يحبون الناس. أحب أربي شو يعني. شو جالك حنغني كمان؟ فيك بس يعني ناس يبغوا أغاني قديمة. كنت ناوي تغني عيونك آخر أعمالي؟ ولا ما كنت ناوية؟ أوكي بعدين يا شوق. بعد شوي. حاضر نقول يا شوق. حاضر. بس احنا هنا المفروض يخلونا مساعدين كده يدوروا لنا، ترى ما هي مشان نعتمد على نفسنا. والله ما وقالوا ترى بدنا نغنيها ثاني؟ لا قالوا ترى بدهم اياها، بدهم المقطع هذا. انا قال لخبطت فيفا مشكورين. نحن اليوم مو جايين يعني، مالنا حافظين. انا مالي حافظه وما تمرنا مزبوط. احنا ما قعدنا هلا شفت الاستاذ يعني. احنا ما هم احنا مرتبين صحيح. ومالنا جايين الناس لازم يعرفوا ان احنا ما احنا مرتبين، نتمرن معه صحيح، نتسلى تتسلوا نسهر معنا. نسهر معهم ونسهر معكم ونتسلى كمان ونسهر. ما هو احنا بنسهر لنتسلى. ولا يا شوق انا قلبي لهوف على الليالي المقبله، اخاف تطري لك ظروف، اخاف حبي تجهله. يا شوق انا قلبي لهوف على الليالي المقبله، اخاف تطري لك ظروف، اخاف حبي تجهله. وخاف انا عينك تشوف غيري وحسنك يذهله، واحد انا ضمن الالوف منك الوداد تامله، منك الوداد تامله. أكبر يا الهنوف دمي لكم من حلله، أنكرت لي قلبي انشغف أصبح فؤادك يخذله. الله وأكبر يا الهنوف دمي لكم من حلله، أنكرت لي قلبي انشغف أصبح فؤادك يخذله. إن كان لك جدة صروف أنسى غرامي وهمله، ما دام قلبك ما يروف ما في المحبة مشكلة، ما في المحبة مشكلة. يا شوق أنا قلبي لهوف على الليالي المقبلة، أخاف تطري لك ظروف وخاف حبي تجهله.
خلك على قلبي عطوف من كل جفا متحمله بداخلي شوق وخوف طالع فؤادي واسأله خلك على قلبي عطوف من كل جفا متحمله بداخلي شوق وخوف طالع فؤادي واسأله أرجوك يا عذب الوصوف قلب الغلالة تميله لا بد لحظاتك تطوف تنهي بحياتك مرحلة تنهي بحياتك مرحلة يا شوقنا قلبي لهوف على الليالي المقبلة أخاف تطري لك ظروف وأخاف حبي تجهله. هي فيها الأغنية هنوف. الله أكبر يا الهنوف. إيه؟ الله إيه عندي لأنه رفقات الهنوف فحسيت تذكرتهم على طول. شو بحب الأغاني اللي فيها الأسماء مع إنه أظني أنا ما عندي ولا أغنية فيها اسم إلا مرة غنيت على اسمي. بحب كثير الأغاني اللي فيها اسم يعني الهنوف. بحب كمان في غنية لماجد بيقول فيها أسماء بحبها لأنه فيها أسماء. بحب الأغاني اللي فيها اسم يعني اسم حدا كأنها أغنية برايفت بس هي ما بتكون برايفت تكون لهذا الاسم يعني في معاني كتير معاني كثير أسامي أنا غنيت أسامي يعني أغاني أساسا هي أسماء وجوتها سراب آمال أماني أيه. هذه كلها أغاني أيه هدول يعني أنا مرقوا معي يعني أسماء مرت أيه. هدول أنا مرقوا معي إذا هيك بالصدفة أماني أختي أماني أي دائما بغني لها في عندي الأماني بكل شيء. آخ منكم آخ منكم وحياة الله ما أعرف شو أعمل معكم. تحلى أيامكم يا نورة يا حصة يا جواهر يا مها يا مها أي والله مها اشتقنا لمها أنا اشتقت كتير. هتغني لنا ايش؟ هغني هلا يعني مثل ما بدكم غني مثلا شو مثلا جيتني مكسور هي هيك الواحد بيحب كثير الاغاني اللي فيها كرامه بيرسم بك. تفضل تفضل. اه يا امي اه يا امي Oh, treat me like a fool.
نظرة عيوني تغير، ما يفيدك شي ورجع في غيابك. ترحل عن بلادي أجيتني أجيتني مكسور يوم الوقت جابك، لا تعذر لي وخلك في عذابك. كل شيء كل شيء بنظرة عيوني تغير، ما يفيدك شيء وارجع في غيابك. ما يفيدك شيء وارجع في غيابك. وارجع في لايف على الانستغرام؟ عملت مرة وندمت؟ لا والله بالعكس حبيته؟ حبيت طبعا، انه احب يعني يعني لقائي بالناس دائما، احب تفاعل الناس، احب ردود فعل الناس. في اغاني كثيرة جدا انا مهضومة، يعني ما غنيتها كثير في الحفلات. اطلب يعني يصير هيك فرصة اذا بدك تدندن، تصير فرصة اني ادندنها واغنيها. اي صحيح، هذا من هالناحيه مزبوط. بس انا اول ما يعني اخترعوا هالاختراع تبع اللايف انستغرام، هلا انا لسه ما زلت لليوم مش مع، يعني انا ما بينفع اني اقرا كثير او ادخل، انا حتى بالكومنتات يعني ما بقرا كل الكومنتات، وما بعرف يعني ما بحب يكون عندي نظره شامله على كل اراء جميع البشر، لانه بحس هذا ممكن ياثر، مرات بياثر على يومي ومرات بياثر علي حتى بشغلي. صحيح. يعني طبعا الاغلبيه بتكون يعني رائعه وعظيمه، بس نحن لانه تعودنا على الدلع والحب
وعنا من الحب كتير بنعطيه وبناخده، فبصير الأشياء الصغيرة الصغيرة بتضايقك كتير كتير، صح ولا لا؟ صحيح. فأنا عملت هيك شوية لايف انستغرام، هاي فرصة عن جد. يعني انت اول مره تعمليها يعني؟ لا انا عملت لايفات ما في ابشع منها اساسا، كانت اعصابي فاكه تماما، غير انه اعصابي انا قلت لكم اساسا يعني عندي حتى روشته من الدكتور، ما كنت مرتاحه. فهي اللايفات اللي عملت لكم اياها اذا بتتذكروا من سنه وشوي، لو سمحتوا انسوها وامسحوها، امسحوها من التاريخ، انا ما بحب اشوفها ابدا، حتى لما بمرق شوف هيك اكونتات اصحابي ولا لايف الا اللايف الاخير هذا ماشي حاله، بس لسه ما حسنت نفسي وما لي راضيه، يعني لسه ما حاسه انه انا جوا الموضوع. هذا مطلوب يعني اغنيه، بس قلت اعتذر على اللايفات القديمه. مطلوب اغنيه اصاله، انا لحنتها اخويا وزميلي الفنان رابح صقر. اي يا عيني يا عيني، تحيه من هنا، اسمها ابد يعني. أيوة فغني منها مطلع رابح باشا. هي اسمها أبد يعني. شو بتقول؟ كلمات حبيبا المستشار تركي آل الشيخ، ولحني وغناها أخوي رابح. يا عيني. تقول أبد يعني ولا حنيت لأيامي ولا مرت في بالك ولا اشتكت ولا حسيت بإحساسي أبد يعني ولا حنيت في بالك ولا مرت في بالك ولا اشتكت ولا حسيت بإحساسي أبد يعني ولا حنيت لأيامي ولا مريت في بالك ولا اشتقت ولا حسيت بإحساسي ولا هزك حنين الوقت أو إنك حسب ما توقعت ولا هزك حنين الوقت أو إنك حسب ما توقعت متجاهل ومتناسي وخذاك خذاك 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 الوقت. الله الله أفلي كما يجب. طيب الله. أغنية طويلة شكلها صح؟ طويلة جدا هي هيك كلها؟ كلها أنا بس ما شاء أنا الله. حبيت أغني منها الله يعني أغنية كلها هي مكبلها ولا؟ إيه إيه مكبلها مثل اللي بدك تعطيني إياها بألبوم الجاي ولا مثلها؟ يلا شوفي أنت اختاري، تبي أغنية مكبلها ولا تبي أغنية؟ بدي أغنية مكبلها. خلاص تم. موال بالنص أو بالأول؟ بدي موال. موال ويا ريت في الأغنية يكون في موال. موال الله يوفقك. وأدلي مرسوم. إيه إيه تمام. مرسوم بس أنت ارسمه، ارسم لنا إياه هيك بال تمام بريشتك بريشتك هاي البديعة. المحبة حدود وحبي لك سماء والسماء لو تعرف أبعاد وحدود ما جريت بدمي وعروقي كما تسبح الأفلاك في عرض الوجود. للمحبة حدود وحبي لك سماء والسماء لو تعرف أبعاد وحدود ما جريت بدمي وعروقي كما
تسبح الافلاك في عرض الوجود تدري عندي وش هو مفهوم الضمان غيبتك احيان ولو ما انت بجحود يا غمام كل ما مروا همام تبتهج روحي وتهتز الورود يلا عينك هاللي تذبح بالوما هاللي بين الداعجة وبين الركود إن قلبي من غراتك ربما لو يجود بصاحبه بك ما يجود إلا عينك هاللي تذبح بالوما اللي بين الداعجة وبين الركود إن قلبي من غراتك ربما لو يجود بصاحبه بك ما يجود مدري قلبي شاف حبك واعتمى لا غير لي بعدك وما يبغي ولا قلبي شاف من بعد العمى كن كل حب مضى ما له صدري حبي راقي مثل ما للنسيم اللي على روضك ينوم وان سألني الحاسد أحبك لما قلت خذ عيني وشوفه يا الحسود لك في صدري حبي راقي مثل ما للنسيم اللي على روضك ينود وانسالني الحاسد احبك لما قلت خذ عيني وشوفه يا الحسود العيون تحب وتنحب انما انت عندي غير عن كل الوجود لو تحبني موت أنا أحبك سماء واحسب انت طولها وعرض الحدود للمحبة حدود حبي وحبي لك سماء ما لو تعرف أبعاد وحدود الله الله هذه أغنية كلاما إماراتية ولحن إماراتي أول مرة أغني إماراتي كلمات أستاذ أنور المشاري ولحن سامي العطار من الإمارات وكان أول تعاون بيني وبينهم حلوة كثير أنور غنيت له أنا يمكن بداياتي لليوم ما بعرف يمكن أكثر من 100 أغنية هو من أكثر الأشخاص اللي يعني هيك تواصلنا من وقت بداياتي ما انقطع حبيبي أنور أسلي نفسي شو رأيكم بأسلي نفسي شو رأيكم يا شباب يا بنات أسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني أجاري الوقت لو عانت
أجاي الوقت لو عانى لو وهم يجاري أسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني أسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني أجاري الوقت لو عانى لو ما يجاريني تعلمت اني اسامح واعديها زلت الايام تعلمت ارضى بالواقع ولا اتبع سنى الاحلام تعلمت اني اسامح واعديها زلت الأيام تعلمت ترضى بالواقع ولا أتبع سنى الأحلام ولا أتمنى ولا أستنى ولا أتمنى ولا أستنى ولا ودي ولا ودي ولا ودي ولا ودي عنيني أسلي نفسي والدنيا الدنيا تسلي نفسها فيني أنا حبيت بس مرة أنا حبيت بس مرة وكان الحب ظني فيه وقلبي انكسر مرة ولين اليوم أجمع فيه أنا حبيت بس مرة وكان الحب ظني فيه وقلبي انكسر مرة وليل أجمع فيه وتاب إحساسي وصرت أقسى من القاسي وتبت وتاب إحساسي وهذا أنا حبيت بس مرة وخان الحب ظني فيه وقلبي انكسر مرة وليل أجمع فيه وتب وتاب إحساسي وصرت أقسى من القاسي وتبت وتاب إحساسي وصرت أقسى من القاسي وهذا اللي يخليني أسلي نفسي والدنيا الدنيا تسلي نفسها دخلتينا جو تاني غير أسلي نفسي والدنيا أسلي نفسي والإنستغرام يسلي نفسه فيني فعم أقول لك نرجع لموضوع اللايف إنستغرام كل شوي أحكي لك شوي من وجهة نظري في هذا الاختراع فبعدين لقيت إني أنا مش قادرة أعمله لوحدي يعني لما إذا بيعملوه يعني مؤخرا هيك أخذت قراري أو بدي أطلع هيك أوقات صغيرة أوقات إني
حتى بدي لاقي طريقة لموضوع الكومنتات، إنه تكون الكومنتات مثلاً سؤال جاوب، بحبك حبتكم العافية، ليش مو ظابطة بظبط حالي، يعني يكون حتى التوجيهات توجيهات حقيقية مزبوطة، يعني تكون أقتنع فيها، قنعوني. فما لقيت حالي بهاللايف انستغرام، فربكني بوقتها هو، لانه وانا كنت طالعه اصلا مربوكه. انت يعني الفنان دائما واحد والناس كثر، يعني صعب انك تلبي كل طلبات الناس. انا ما اعرف قديش اللي على الانستغرام عددهم قديش، وطلباتهم وتعليقاتهم كثيره جدا وطلباتهم كثيره جدا، ما تقدر تلبي كل أجوبة الناس أو أسئلة الناس وكل طلب وأغانيهم اللي يطلبوها. صعب جدا. أي مو كمان مو بس هيك الطلبات، يعني حتى الكلام مرات بقول مثلا إذا بدي أقعد استنى شوف شوي، شوف هلأ بدي استنى دقيقتين مشان نجاوب على شيء تحبني ما قلتها لك من فضول، سؤال تحت ألف خط وانتبه علم جوابك في حضوري وش يقول، يوقف لك الحرف معاي ويحسبها. هيك مثلا مقاطع من هالنوع، ولا هذا مقطع يعتبر صغير كثير؟ لا يعني ممكن تغني مقاطع، ولكن هي لما تكون كثيره جدا ومطلوب منك اغاني كثيره جدا صعب انك انت تلبي كل ال. وعلى فكره طلبات الناس يعني ارضاء الناس آية لا تدرك، او آية لا تدرك، صعب انك انت ترضي كل الناس. الواحد ما بيعرف يرضي، سواء تكلمتي سواء غنيتي سواء قدمتي قديم، يعني لما تقدمي جديد يقول لك فين القديم، ولما تقدمي القديم يقول لك نبغى جديد، يعني ارضاء الناس صعب جدا. نحفاني هلا يقولوا لي ليش انت مريضه، تحاول دائما الانسان يحاول، بس نحاول احنا نقول نحاول ارضاء العدد الاكبر من الناس. صحيح صحيح. لا حتى في طلبات الاغاني حبابين وانتم طيبين وحبابين اكثركم، 99% منكم بتجنن، يبغوا اغاني قديمه، حنغني اغاني قديمه. يلا حاضر. أجيب لك روحي
قصتي وصوتي وعينك مشربي وموتي غرامك قصتي وصوتي وعينك مشربي وموتي هويتك والكتب وقعدي قامتي وجدي عيوني الودي ودي تكون قامتي وجدي عيوني أرسم أنا من شعرك الطاغي جناين سحر هيناغي وأمتع الشوفة أمتع الشوفة بغضات الجفون الود ودي تكون قامتي وقدي عيون الود ودي تكون قامتي وقدي عيون أرسم أنا من شعرك الطاغي جناين سحر هيناغي أمتع الشوفة بنظرات الجفون وما ظنتي لو عشت يومي ودنيتي إني أمل أنا ما ظنتي والهدف غيمة وظل ما ظنتي لو عشت يومي ودنيتي إني أمل أنا ما ظنتي الهدف غيمة وظل غرامك قصتي وصوتي وعينك مشربي وقوتي غرامك قصتي وصوتي وعينك مشربي وقوتي هويتك والكتاب وعدي الله الله الله. هذه من الأغاني القديمة والناس يعني يبغوا قديم ويبغوا جديد ويبغوا كل شيء وإحنا تحت أمرهم في كل شيء. هويتك كتاب وعدي. إن كان بقى شيء وفي بالك جول أو كان خاف شجوماني من تبه ماني منتبه فوق هيك مشعلقة ولا برضه بعد تقدر من غير عقوبة نستذكره صحيح ولا بستامح ولا بقبل ولا مليون التوبة ولو طال الأسف ما راح أسامح أنا ربي خلقني لك عقوبة أنا ربي خلقني لك عقوبة غمض عيونك
كان كلثوم كحل كلثوم كلثوم كيف كانت لما بدها تعمل على النغمة؟
إذا سلمت بعيونك. الله حلوة كلمة سلمت بعيونك، ما خطر لي عمري أقول كلمة سلمت. مبسوطين؟ ما إحنا مبسوطين. مرتاحين يا حلوين؟ قولوا لنا قديش راح الصدى يلي كان شوي مضايقكم؟ قولوا لنا راح الصدى. تعالي طولنا إحنا عم طولنا. ما بعرف شو بتقول أنت؟ لا بقول لازم تقول شيء. ما تخون الملامح لو تخون الكلام، داملك في زوايا القلب حب قديم. ما تخون الملامح لو يخون الكلام، داملك في زوايا القلب حب قديم. الغلا في عيون العاشق المستهام، واضح مثل برق شق صدر العتيم. ما خشيت المعاني لو لحقني ملام، ميري ما شفت معنى في وصوفك كريم. أسهل من الأماني في دروب الهيام، وأصعب من الحياة في عين طفل يتيم. وأقرب من العيون الناعسة للمنام، وأبعد من النهار من شوق ليل عتيم. أسهل من الأماني في دروب الهيام، وأصعب من الحياة في عين طفل يتيم. وأقرب من العيون الناعسة في المنام، وأبعد من النهار لشوق ليل عتيم. لو نثرت المشاعر فاح عطر الغرام، لين شفتي بعين القلب عشق عظيم. طقتك هبوب الوجد ساق الغمام، لين بل الغرا كالشوق من كل غيم. لولا عيونك وش بقى للظلام، تحتفي بالهيام وقلت والله لهيم. لولا كفوفك ما عشقت السلام، غيمتي نعانقتني وهدت الروح ديم. لو تخون الملامح وش يفيد الكلام، وانت لك في زوايا القلب حب قديم. الغلا في عيون العاشق المستهام، واضح مثل برق شق صدر العتيم. ما
بخشيت المعاني لو لحقني ملام ماري ما شفت معنا في وصفك كريم. شكرا 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 على هذه الاستضافة الجميلة. أتمنى إحنا نكون قدمنا شيء بسيط من طلبات الجماهير الموجودة خلف الشاشة وخلف الأيبادات والتليفونات. أنا والأخت والعزيزة والزميلة اللي أنا أحبها وأعشقها أصالة، أتمنى نكون كنا ضيوف ما كنا تقال مرة. حاولنا نقدم من خلال اللقاء هذا نرضي شريحة من الناس، أتمنى أنها تكون كبيرة. بعتقد ليش نحن خلاص لازم نقول باي باي. المفروض يعني قول والله. اي والله ترى احنا لنا ساعتين على فكره. عن جد؟ ايه والله فكرت لسه تغني بقى المرات الجايه. مش كنت اقول كالمعتاد لا تستسلم، كثير اغاني المرات الجايه. انا اللي كثير انبسطت اني كنت اليوم، يعني انت سعدتينا ونورتينا ونورت الرياض اليوم. الرياض رياضي، ودائما ان شاء الله نشوفك هنا. واحنا عملنا حفلات كثيره سوا، ان شاء الله نعمل حفلات قادمه ان شاء الله باذن الله. والله ونعمل الحان، نوعد الناس بالحان جديده ان شاء الله ان شاء الله. ونشكركم جميعا اللي شاركونا، طبعا حبيبنا واخونا الاستاذ اسلام القصبجي وكل الاخوان اللي شاركونا الايقاعيين والمخرجين والحضور كلهم اللي موجودين هنا معانا. شكرا جزيلا لكم، تصبحوا على خير. Good night. تصبحوا على ألف خير. تصبحوا على ألف خير. نشوفكم.